احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن بالذكرى الخامسة لتنصيب قداسة البابا فرانسيس السدة البطرسية، وذلك بقداس إلهي أقيم بكنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية. إلى المزيد. البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وأسقف روما انتخب عام 2013، عرف عنه منذ ذلك الحين التواضع والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الحوار والتواصل مع الجميع، ووصف بكونه البابا القادر على إحداث تغييرات. وبمناسبة الذكرى البابوية الخامسة لانتخابه، أقامت السفارة البابوية في الأردن قداساً احتفالياً في كنيسة العذراء الناصرية للاتين، ترأسه السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن بمعاونة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والبطريرك فؤاد طوال، وبمشاركة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، والمطران شليمون وردوني النائب البطريركي للكلدان في بغداد، والمطران سليم الصايغ، والمونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان، والأب أنطون هريمات راعي الكنيسة، ولفيف من الآباء الكهنة من الكنيسة الكاثوليكية ورؤساء وممثلي الكنائس الرسولية، وجمع من الراهبات من المؤسسات الرهبانية المختلفة وسفراء دول أجنبية وعربية وممثلي الجمعيات الخيرية والدينية وشخصيات عامة وحشد من المؤمنين. Special greetings also to Bishop Joseph Guevara. وقدم السفير البابوي شكره لكل الجهات التي شاركت في هذه الاحتفالية ولجميع الأساقفة والكهنة والمؤمنين، مشيرا إلى أن أفضل طريقة للاحتفال بعيد البابا هو الترحيب بدعوته إلى القداسة وأن نعيشها في هذا الزمن بطريقة عملية، مؤكدا أن مهمة البابا والكنيسة هي تعزيز حياة القداسة. Alleluia, 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 Alleluia. وفي المراحل التي تم فيها، وفي عظة القداس التي ألقاها المطران ويليام الشوملي جاء فيها: في الذكرى الخامسة لانتخاب البابا فرانسيس نريد أن نشكر الله على هذه الهبة الثمينة التي منحها للكنيسة من خلال شخص البابا فرانسيس، فكان الرجل المناسب في المكان المناسب والزمان المناسب بمثال حياته الزاهدة ومحبته للفقراء، ومن خلال كتابات وكرازاته حاول تصويب أوضاع الكنيسة وما زال يصوبها بشجاعة. ويستخلص البابا أن القداسة هي لنا جميعا، القداسة هي لك، لك، لكم. ولكي نكون قديسين ليس من الضروري أن نكون مكرسين أو رهبان أو راهبات. كثيرا ما نتعرض لتجربة أن القداسة حكر محجوز على الذين يمكنهم الابتعاد عن الانشغالات اليومية ليكرسوا وقتاً أكبر للصلاة. ذلك ليس صحيحاً، فجميعنا مدعوون لنصبح قديسين ونعيش بمحبة ونقدم شهادتنا وسط الانشغالات اليومية حيث نكون، هنالك نزهر. أنت مكرسة وأنت مكرس، كن قديساً بعيش تكرسك بفرح. Grant we pray Almighty God. واختتم القداس بصلوات رفعت على نية البابا فرانسيس والكنيسة وجميع المؤمنين والسلام للعالم كله. وفي قاعة الكنيسة التأم الجميع لتقديم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنين فيها للبابا فرانسيس البركة والحكمة والنعم السماوية، ويمده بالعون في مسؤولياته.